لكن المسلم والداعية وأهل الفكر والرأي يعملون في كل وقت وفي كل حين، حتى ولو كان في يوم العيد يبذلون النصح والتوجيه ويحاولون وضع النقاط على الحروف، لأنهم هم قادة الفكر والرأي في الأمة ولهم منزلة عند الله عز وجل ودرجتهم رفيعة. ولذلك نرى قبل أن نتطرق في هذه الكلمة، أولا نقول بحكم أنني ملاحق ومطارد إلى يوم الناس هذا، ولا تسمعوا إلى ما تنشره بعض المواقع هنا وهناك، فكل ذلك كذب ومحض افتراء. ما زالت دار لقمان على حالها، لم يتغير شيء، الملاحقات ما زالت هي، والمطاردات ما زالت هي، والممنوعات ما زالت هي، ولم يتغير أي شيء. ولكن بين الحين والحين تخرج أخبار عند عامة الناس أو في بعض المواقع الاتصال وما يسمى الاجتماعي هذا، الفيسبوك مثلا، فتخرج أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة، أنه ترك للصلاة وأنه حدث له كذا وكذا، بين الأمور ما زالت على حالها. ونحن صابرون بإذن الله عز وجل ومحتسبون، ولا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. والمؤمن لا بد أن يكون صبورا وبعيد النظر، ولا يرتجل ولا يستعجل، فإن إذا أدركنا الموت ونحن على هذه الحالة نسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا وأن يجعل ما يلاحقنا في ميزان الحسنات. وإذا كان في العمر بقية فإننا نسأل الله عز وجل أن يطلق سراحنا وسراح جميع المساجين، فالشعب الجزائري مسجون في سجن كبير.